بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو المحتوى وتحليل لدرس رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب، وهي خاصة باللغة العربية للصف 11. لكن نذكركم بالاشتراك بالقناة إن لم تكن مشترك بهذه القناة، وأن تدعمنا بزر لايك، وأن تكتب في التعليقات ما هي المواضيع التي تريد أن يتم شرحها في البداية. في البداية المضمون، والمضمون ما هو يتعلق بالفقرة العامة، وهي منزلة الكتاب وقيمة الكتابة وقوة تأثيرها في الحياة. هذه هي الفقرة العامة الأساسية، لكن الفقرات الرئيسية الخاصة بهذا الدرس هي فقرات أساسية، ومنها الدعوة بالتوفيق للكتاب، بيان منزلة الكتاب، الصفات والسمات الشخصية للكتاب، ونصائح وتعليمات للكتاب. الحقائق والمفاهيم التي ترد في هذا الدرس كانت كثيرة، لكن سنختصرها في جزئيتين. الجزئية الأولى وهي الكتابة من أشهر المهن وأعلاها مقاما، لأنها كانت سبب في نقل المعارف والمشاعر والحضارات، والكتاب لهم أثر كبير في خدمة الأمة وتوجيه الحكام. القيم والاتجاهات كانت قيم من حيث اتجاه لاحترام الكتاب وتقديرهم، وتحلي صحفيون ومقدمو البرامج التلفزيونية بهذه النصائح التي وردت في الدرس. لكن هنا بالنسبة للمواقف كانت تتلخص في موقفين أساسيين، وهو موقف الكاتب عبد الحميد من الكتاب، وموقف الكاتب من الكتاب الذين أقعدهم الكبر تقديرا لأفعالهم. وثانيا من حيث الشكل سنتطرق إلى جزئيتين. الجزئية الأولى وهي المفردات الجديدة، وكانت في البداية صناعة الكتابة، وهي معناها مهنة الكتابة، حاطكم، حفظكم، أرشدكم، هداكم، عكسها طبعا أضلكم. الروية وهي النظر والتفكير في الأمور، وعكسها طبعا الاستعجال وجمعها رواية. حليم طبعا لا يعجل بالانتقام والعقوبة، جمعها حلماء، وهي أصلا في المشتقات هي صيغة مبالغة، وهي من صفات ومن أسماء الله الحسنى. محجم متراجع طبعا عكسها طبعا الكلمة التي ترد وراها في الدرس وهي مقداما، وبينهما تضاد، وهو من المحسنات البديعية. طبعا مقداما معناها شجاعا، وشجاعا عكسها جبان. الطوارق الأمر المهم، مفردها طارقة. أربؤوا طبعا ترفعوا، وطبعا عن الدنايا والأمور التي تقلل من قيمة الكتاب. الساعية أو الوشاية طبعا، وهذه كانت من الأمور التي تنتشر بين الصحفيين والشعراء في القدم. أحنا حقد طبعا. في الأساليب يبدأ التنوع بين الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية، لكن من الأساليب الخبرية حفظكم الله، وهو أسلوب خبري لفظي إنشائي طبعا غرضه الدعاء. طبعا هذا الكلام هو أسلوب خبري لكن لفظا، لكن معناه إنشائي. لماذا؟ لأنه يدل على الدعاء. يا أهل صناعة الكتابة، أسلوب إنشائي طلبي طبعا، نوعه نداء وغرضه التعظيم ورفع شأن هؤلاء الكتاب. معشر الكتاب أيضا أسلوب إنشائي طلبي نداء وغرضه أيضا التعظيم. هذه الأفعال أرغوا، أعرفوا، عظموا، شاوروا، أساليب إنشائية كلها طلبية طبعا، من نوع أنواع الأساليب، لأن الأساليب الإنشائية نوعين، طلبي وغير طلبي. ومن لا فهو أمر، فبالتالي ستكون طلبي، وغرضه دائما الأمر في الأغلب يكون غرضه النصح والإرشاد. عندما يتساوى الأشخاص في المكانة، إن
إن الكاتب يحتاج من نفسه أسلوب خبري مؤكد بأنه يحتاج منه صاحبه أسلوب قصر، وهو تقديم ما حقه التأخير، تقديم من؟ تقديم الجار والمجرور منه على الفاعل وهو صاحبه. دلالة الألفاظ، طبعا هنا الألفاظ لها دلالات كثيرة. في البداية معشر الكتاب، وكررها كثيرا الكاتب، وطبعا هي كأسلوب نداء، لكن هنا دليلا على الاعتزاز بهم وتقديرا لمهنة الكتابة. حفظكم الله، أسلوب كافي لكاف الخطاب، أو بمعنى استحضار لصورة الكتاب، وكأنهم أمامه وهو يخطب بهم، فيوحي بشدة الاهتمام بهم. أحد استخدام أحد، طبعا هنا نكرة، دائما المفردات عندما تستخدم في نكرات وهي دائما للشمول والعموم بعكس المعارف التي تهتم بالتخصيص. حليما جاءت نكرة أيضا للتعظيم، حكيما فقيها مقداما وفيا، صيغ مبالغة كلها للدلالة على كثرة هذه الصفات وشمولها لدى الكتاب. الشدائد والنوازل والطوارق جاءت جميعها للدلالة على الكثرة، وجاءت معرفة بأل دائما للشمول والعموم بشكل أساسي. ألوان الجمال، وهنا نتأكد طبعا سواء محسنات بديعية أو صور جمالية، فاجتماع خلال الخير المحمودة، طبعا هنا استعارة مكنية، شبه الخلال، طبعا الخلال معناها الصفات، بأشخاص تجتمع، وسر جمالها، طبعا دائما الاستعارة هو التشخيص، خلال وخصال هو جناس ناقص يعطي جراس موسيقي. وأيضا العدل والإنصاف، عدته وأعداده، والساعية والنميمة، كلها أطناب بالترادف، ودائما غرضه توكيد المعنى. وهنا سنأتي بحليما في موضوع الحلم، كناية عن الحكمة والخبرة والرزانة. حليما في موضع الحلم، فقيها في موضع الحكم، الدواج، ودائما للزواج يعطي نغمة موسيقية، محجما في موضع الإحجام، لينا في موضع اللين، هنا مقابلة، والمقابلة ستكون بين جملة وجملة لتوضيح المعنى وتوكيده، لكن محاسنها وأمورها، سلطانها، بلدانهم، يسعون، يبصرون، ينطقون، كلها سجع. والسجع هو عبارة عن تساوي آخر الكلمات وآخر الجمل، انظروا هنا آخر الكلمات وآخر الجمل، طبعا هذه ستكون يبصرون، عندما تتساوي أحرف هذه الكلمات والجمل في آخر الجمل يسمى سجع، وهو من المحسنات البديعية. القواعد والصرف، سنبدأ بمعشر الكتاب، طبعا في البداية أسلوب نداء، فبالتالي معشر منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إن أن يكون حليما، اسم يكون ضمير مستتر، تقديره هو حليما، فقيها، مقداما، لينا، شديدا، مؤثرا، كلها هذه خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لا يوجد كافي إلا منكم فاعل، لأن من الذي يوجد؟ طبعا كان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة المعوضة، لأن كافي هي من طبعا تكون من الحروف العلة في آخر حرفها، فبالتالي تكون مقدرة عنها، طبعا عنها بالتنوين الأوض. وجعل الناس بعد الأنبياء والرسل، أو ومن بعد الملوك المكرمين أصنافا، طبعا الناس في البداية مفعول به أول للفعل جعل، وطبعا من الذي جعل؟ الله سبحانه وتعالى. وجعل الثاء منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طبعا أصنافا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، طبعا لأن جعل من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. الوزن الصرفي، لينا فعيلا، كاف فاعل، مقداما مفعالا. المعنى الصرفي، المحمودة والمعدودة، طبعا لأنها على وزن مفعول فهي اسم
مفعول وكتاب مقدام كتوما وفيا صيغ مبالغة، بالإضافة للصيغة التي تحدثنا عنها في البداية، صيغ المبالغة مثل حليما وخلافه. في البداية أو في نهاية هذا الدرس طبعا المروءة، طبعا ميم راء ألف في المعاجم الأصل والمادة المعجمية لها، كاف الكاف والفاء والياء نرجعها طبعا في بعد الحذف لأن نأتي دائما بالماضي أو الفعل الماضي الثلاثي، الرؤو رأى الرؤواو والواو والياء الراء هي من الحروف الأساسية في المادة المعجمية. هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، نرجو أن يكون هذا الدرس السريع قد بال إعجابكم وأن تدعمونا بزر اللايك، والسلام عليكم ورحمة